ليكم سؤالهم. طبعا لما لعبنا في دوري المجاميع اللي هو انا وانجولا اللي تعادلنا فيه، دي جت اصابه رحمه في الدقيقه 12 من الشوط الاولاني، وكانت بالظبط يعني صعقه لينا كلنا. مشكله في السن ده لما بيلاقوا زميلتهم اتعورت بيتخضوا جامد. وبالمناسبه احنا معانا رحمه محمد عبر سكايب. رحمه ازيك؟ ازي حضرتك؟ الف مليون سلام عليك يا رحمه. الله يسلم حضرتك. ولا يهمك يا باشا، انت ان شاء الله تلحق كاس العالم. الحمد لله ان شاء الله. وليه ايه اللي حصل في الاصابه؟ يعني مش عايز اخليك تفتكر اللحظه بس، يعني يعني شعورك، حسيتي بايه؟ هل مثلا بعد الاصابه كان همك ان الفرقه تكسب؟ يعني كلميني عن ظروف الاصابه والامور اللي كانت حواليها. هو انا في اول مثلا 10 دقايق في الماتش، يعني الماتش كان ماشي كويس وكل حاجه والفرقه كانت كويسه، انا لسه بستلم الكوره يعني، فركبتي دخلت مني لجوه ويعني خرجت، ف ركبتي يعني ما كنتش حاسه بيها، بس برضه لما خرجت يعني كان همي ان الفرقه تكسب وكل حاجه. حتى انا اساسا لاخر الماتش يعني انا لاخر البطوله اساسا كنت هموت وانزل اعمل اي حاجه للفرقه، بس هم يعني كانوا قدها وشرفوني وشرفوا مصر كلها وعملوا اللي عليهم وزياده. طب يعني قولي لي، يمكن صعودكم كاس العالم ده يمكن هون عليك الاصابه شويه يا رحمه؟ اكيد طبعا، يعني انا نفسي كان نفسي اكون معاهم، بس انا يعني واثقه فيهم ان هم ان شاء الله يعملوا حاجات كويسه، وانا يعني ان شاء الله الحقهم بقى ان شاء الله. 100% هتلحقيهم ان شاء الله. طب قولي لي، عملت ايه؟ رجعت مصر، عملت الاشعاعات؟ هل اتحدد لك ميعاد عمليه ولا بننتظر الورم بالركبه يخف شويه؟ يعني كلميني عن رحله العلاج. انا وصلت اول امبارح، وصلنا الساعه 2 الظهر الصبح، رحت الساعه 6 عملت الرنين. دلوقتي معايا الاشعه والتقارير وكده، دلوقتي عند الدكتور يعني هدخل له بقى وهشوف انا هعمل عمليه امتى يعني احنا بنكلمك وانت ويقول عند لي بقى الدكتوره كل رحمه. حاجه. ربنا معاكي ويشفيك. على فكره دي حاجه كويسه ان انت بداتي في رحله العلاج بسرعه، يعني دي حاجه كويسه جدا ان انت يعني الامور ماشيه بسرعه عشان اليوم يفرق معانا. ان شاء الله خير. طب قولي لي قولي لي قولي لي انت يعني نفسك في حاجه اكيد، او نفسك في كاس العالم في حاجه، نفسك ايه في كاس العالم؟ نفسي نعمل حاجه كويسه، ويعني الناس كلها تبدأ تتكلم علينا ان احنا منتخب قوي وعندنا عناصر كويسه ومعانا جهاز فني كويس والاتحاد كله واقف دورنا، فان شاء الله يعني نعمل حاجه تساعد ان البنات نتمناها فيرست تيم ونسمع في مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله تسمع في مصر باذن الله. وليه مين ماسك الاعلى يا رحمه؟ مين ماسك الاعلى؟ يعني نفسك تبقي زي مين؟ نيكولا كربوتيتش طبعا. بص يا باشا، داخل على داخل على الجد كله. يعني بامانه يعني ان شاء الله اتمنى لك كل الشفاء يا رحمه. طب قولي لي يعني برضو بابا وماما اكبرهم ايه؟ يعني هل هم يعني متوترين ولا كانت الامور عدت عليهم صعبه؟ يعني طمنين عليهم برضو، لان اكيد الموضوع ده بس مش بيقع على اللاعب، لا اسرته كمان بتبقى في حاله صعبه. طمنيني على بابا وماما. لا يعني هم اساسا ما كانوش يعرفوا حاجه هناك، احنا كنا مخبيين عليهم عشان الحاجات دي ما ينفعش يعني كده، بس هم يعني لحد دلوقتي متضايقين، بس يعني مش مبين لي عشان اقوم على رجلي تاني واعمل عمليه كويسه. مفيش حاجه ان شاء الله، هي بسيطه. كابتن رامي يعني تحب تقول حاجه لرحمه على الهوا؟ طبعا رحمه دي بنتي، من ساعه ما بدانا المنتخب هي من العنصر الاساسي عندي، احسن لاعبه بالنسبه لي دفاعيا وهجوميا، وان شاء الله انا بتمنى لها السلامه وكل خير، وان شاء الله تلحقنا في كاس العالم وتنورنا وتنور مصر كلها في كاس العالم باذن الله. ان شاء الله. سمعت الكلام يا رحمه؟ ان شاء الله. سمعت. طيب وكمان منى عايزه تقول لك حاجه. ان شاء الله هترجعي لنا بسرعه يا رحمه، شدي حيلك علشان احنا محتاجينك. ربنا معاكي يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله يا رحمه، وربنا معاكي. رحمه محمد لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر للشابات، بنتمنى لك كل السلامه، ان شاء الله ترجعي الى الملاعب قريبا. بشكرك شكرا جزيلا.